إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا يسوع جرتي جريدة كتيمت إلى هون حارست قبل يرد هضم هضم جاوا تكل ويا قنن وأنت بدنا بره برشود أسدوين عك روجا هذا تك ودكرا نجيه قبل داسي يو قبل كله ولسعودي جاوها أي جلن شيل جاري كدي مركي يجوا مطلع السفر كاسو أخ مجرد كارثة لابد حوجي هنا يدك قارو حين جالس بيتشوجين ما بدهم بيعرس بيتشوجين صار نقشري أي جاري إنجيرا أي سوق قتين أي جاري السي وحاس صوبي ما دام وضد هذا مطعنا أي ديري أي تاي ما دقة هاي إن جاري وفرين وكوستي سيدا شركة وكرد عي وان وحلها لي ويل وعي تليفون كجودة خضم وحور أشي جاي كجودة سي إن جيريوتي قبر كره ولس عطي دونا إن جعل كجوضي سمر كاسنا إسبيتر كجار السالولة عرضي دتي كان لس عدي لفت هذا والشوك سيهين ومطلع حاله دوت لفت هذا عادي ما أهم وحفيرنا إن شاء الله إله أجر جارو أنتي مطلعنا نول حتى دعوة قبر داسي دمتي جريدة كتير منا إله هون حريصه قبر إله واسعيو وحنا سعتين إسلام وطلع سي ما ندويدنا إن شل أدوين أو قد عي وضد بدن نجاب بحال أو إلى ضد أفرتمية جاريو إن يدون كل قل متي ضد كاسنا إلى يهدى إلى يسد حتى منقف جري إنه رال منا أنا اللي بهين وحا وضرة أو أبو نيدا دبو يا وحا وشيغي إن لبقى بدور السبع ودري mid shay la xalaalay ee gabar kale oo wiil la yahay ee asaga uu dhalay in ay ku jireen dadkii doontaas ma tala ay la qallibantay marka waxa uu soo qaadanayaa marka taas waxa weeye wadadan iyada ah ee hada Garissa iyo Nairobi isku xirta shirarka gawaarida aad bay ma tala ugu badan yihiin inta qof aan qarna ay ku dhimatay madxana xisaab lacag oo la xisaaban marka soo la soo sheegay وليبيا وحي أبداً تحي قواريدا يريا كادات هواتو إنجير كاقادان هيا شلكو أد أبداً يحي قواريدا سي سيف معها انت بدن داد كان انت بدن حد مودا قواريدا سي أغدور بيدا يان لولك اي سي مريان ميليس كيدا بيدا يان وحي دونا اي سامينا يان دقاري أدي عليدا مطرع ودا طويل لكن شلكا قواريدا يريا كا وطاقا سكو حرتقارسي نيروب أدب بدنيا أدب بدنيا هاي واحد يسوق بكرة لما تخلي معها مركز جريدا جبردا ولاشين كتسميت حقيقة أدب مثلا نوت تعبتي هداي أنا ما نسكت تاجل يا إنا نسوى عي وإيش هاي مركز جبردا دي ما هو كأكيد لكن أقول سيلفي أخ أريد يدسمن أن أقول ساس أدهاي أدب أغنى حي وحنا أقولنا حي ده أقل وحنا قلها أكريه تيك توك السوشيال ميديا استعمال سي كلي أنا مثلا كأكيد شري ساس أنت مثلا أدب استعمال سي ده إيه الكي عدة كده رتينا وحنا ورجينا إن شاء الله السمي دي من ده كسيو بدل خير قبل إن شاء الله إن إله أبو بدر أيام ود عيننا مركا قبل داسي وين قبل حضي وان الحق يجي ده بعض بلد الحق يجي حتى هالقف اللي وقف ما تقارن معها marka gabadhaasi ilaah u naxariisto aan u soo wada duceyno inta kale ee dhaawac ah iyagana in ilaah u booqdayo oo dhaawac soo gaaray ilaah u fududeyo yaa ida lafteeda ma taqanayaa in karamna horto meelmahan shirarku way fara badan yihiin gaar ahaan inta hadda roobab hadda ay daayaan roobabkan khair iyo khasaar inta la saaray wataan markaas khair kooda badan laakiin saaso ay tahay hadana waxaan rabaa xilliyada roobaadka dadka marka safarta in la yareeyo isku socodka inuu yaraado shirarka u badan hadda waxa ay ka imaanayaan iyo dhimashada u tirada badan inta badan waa dadka safraya iyo mataan u badan yihiin dadka ay joogo dadka ay guriga ku saameeyeen dhimashada ku yarta marka loo fiiriyo dadka ay ku saameeyeen iyagoo mataan ay safraya سفرت حلقة روبات كلمة أنا ما حبونه هدي جاري أو طالع مثلا جاري أسرع لو كانت ديقة ويا هاي ما بدي كرو اللي بدن تاي هدي دوري أي تانا وشيل كده يوم فرق بدني يا وسيد مالويد لكن سفرت جاري مثلا أنا يكو قرقدين
marka safaradaas ceenkaas xilli roobaadka in la iska yareeyo yaa matalan haboon ilaa in ay tahay shay daruuri ah ma ogeyn. Xitaa diyaaradaha matalan yaa socon karin ba waad ogeyd maan la ogeyd diyaarad baa kasoo baxday Muqdisho ay u socotay Nairobi. Markii Nairobi ay dul timid cimilada la arkay way degi weyday, waa kii loo celiyay Mombasa. Yarkan ciyaaraha tibiye maxaa khadar loo taqaan ayaa ku jiray Mombasa ilaa 4 saac 3 saacood ku dhawaad ayay joogeen. Kadib baa ay usoo noqdeen Nairobi cimilada waa caadi ay soo degeen. Marka diyaaradina saas matqaan ayaa degila iskada marka dooni iyo gaari warkii matqaan joojiyo. Marka shilku waa dhacay laakiin dhalinyarta tiktokarka ah intaba tiktok isticmaalo hadal wax faa'iido ah ku qabin xaqiiqatan dadkaas waa dhiban yihiin. Iyagoo faa'iido aan ku qabin ayaa haddana inta badan waxay u dhintaan muuqaal raadin iyo waxyaalo kale oo fara badan ayay u dhintaan. Waxaana matana wax habboon matana maahan, inta badan way safraan, waxay aadaan outing bay aadaan iyo meelo kale, meelaha shirka ku badan yahay mataqaan ay aadaan. Hadda wadada maayo oo hadda waa dhawey saas kale gabdha nagaa dhinteen, iyadana saas kale waad garanaysaan shirkada fara badan yahay. Marka meelahaas oo kale dadka inta badan matqaan ayay qabanayaan aadayaan, shirarku waa tiro badan yihiin, taxadarka darawalada matqaan ay aad bay u yartahay. Dadka marka waxaa loo baahan yahay adoo gurigaada jooga ku cambeyn kartaa geerida matqaan ay meel kasta kolley way taalla. Horeba waxaa loo yiri qabrigu ma socdo qofkiisa socdo. Qabriga meeshii lagugu talagalay ilaah buu qoray buu ku yaalaa, laakiin qofka intii la qaalsaamaysa ayaa halkii ida matqaan ayaa la geynayaa. Hadda ka hor waxaa dhacday nin baa mataqaanay isagoo Suuriya joogo yaa malkamood lasoo camray, waxaa yidhi ninkaas ayaa nafta kasoo qaad, wuxuu joogaa Urdun buu joogaa kasoo qaad. Ninkii markii malkamood wuxuu uga imaaday isagoo cashir kaga jiraba Siriya uu la yaabay, ninkii baa mataqaana markiiba xilligii Nabiga Suleyman ahayd maleynaya Nabiga Suleyman xilligiisii ahayd ha markii Nabiga Suleyman ninkii la hadlay wuxuu yidhi Nabiga Suleyman oo ninkan markumood weeye inuu nafsiga qaado doonayay Urdun igee halkaas ama taqaanaya kiga badbaadi Urdun baa lageeyay halkaa nafta laga qaaday, waayo halkii qabriis ka qodnaa mataqaanaya lageeyay oo nafta laga qaaday. Qisadaasi sidee tahay inaad ku sheegin ma dhici karta, laakiin waa soo dhaweeyaal filayaa. Marka sidiisaba Soomaalida horey u sheegtay qabri ma socdo qofkiisa ayaa socdo. Hadda dadkan iyaga ay hadda gabadha iyadoo Nairobi iska joogto iska bashaalayso xaalada iska caadi iska tahay yaa la qaaday, waxaa laga riday mataqaana halkaa iyo wadadaas ay ku dhimatay yaa la geeyay. Marka ilaah u naxariisto qabriga ilaah waasiciyo, anasu wada duceyno. Geeridu mataqaana way iska badan tahay maalmahan, weliba intii Ramadaanka laga soo baxay waxaa la yeelayaa shilalka gawaarida, waxaa yeelayo roobabka mataqaana daadadka dadka mataqaana saameynay waxyaalo kale fara badan. Markay kuwa dhawaanaasheen aan u duceyno in ilaahay qabriga waasiciyo. Intii ka geeriyootay ehel iyo asxaabta qaanayna in ilaahay sabiga ka siiyo qabrigana, iyada ilaahay inuu waasiciyo iyaga mataqaana bedel khayr qaba in ilaahay ugu badalo. Waad mahadsantahay muuqaalkana wadaaga saaxiibada.